بمقر عمالة إقليم سمارة انعقدت أشغال الدورة 16 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء، ويأتي انعقاد هذه الدورة في وقت تطرح فيه مسألة التنمية الترابية بإلحاح كبير، وتتصدر قائمة أولويات وانشغالات جميع المتداخلين سعيا لتفعيل التوجيهات السديدة لجلالة الملك محمد السادس. لها طابع خاص هذه الدورة باعتبار أنها تؤرخ ويعني تختزل في طياتها نصف قرن من عمل الوكالة الحضرية، حيث منذ إحداثها سنة 1998، وهي مناسبة اللي تم بطبيعة الحال استحضار أو عرض الحصيلة ديال الوكالة الحضرية ديال الاشتغال ديال هذه المدة، ولكن بالخصوص تم التركيز على بحكم جدول الأعمال تم التركيز على الحصيلة ديال 2022 فيما يخص التخطيط والتدبير الحضري، وكذلك بالنسبة للتدبير المالي والإداري للمؤسسة. وتشكل الدورة 16 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء مناسبة للوقوف على حصيلة هذه الوكالة، وفرصة للانكباب على قضايا التعمير المرتبطة بالمواطن بهذا الإقليم، وتحسين ظروف عيشه، وتسهيل ولوجه إلى مجموعة من الخدمات المرتبطة بهذا المجال.